شلون الشباب؟ طيبين؟ البصة دائما تعلمنا على الابتسامة على الأمل. الروايات تقول إنه الجنة بالبصرة. فأنا اليوم سعيد حقيقة الموجود مدينة البصرة. مدينة البصرة هي بسمة العراق. اليوم بالبصرة بين أهلنا طيبين، لنؤكد أن البصرة بصرة العراق. تحدثوا عن البصرة وقالوا البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، ولكن مع الأسف الشديد العاصمة الاقتصادية فقط على الورق. مدينة الفقر، سوء الخدمات، مقابل هذا ما قدمت البصرة؟ قدمت الدماء وقدمت النفط، وتعاملوا مع البصرة كأنما بصرة هي عبارة عن بئر نفط فقط. البصرة ثقافة، التاريخ، العلماء. هذه المعادلة يجب أن تتوقف. البصرة كبئر نفط يجب أن تتوقف، يجب أن نهتم بالبصرة وننظر لها بعيون التاريخ وبعيون ما قدمت من شهداء لحماية كرامة العراقيين. البصرة يجب أن تنال اهتمام الحكومة، وبالخصوص هي قدمت الكثير لإنقاذ ما يمكن من إنقاذ في العراق. موانئ البصرة يجب أن تكون تحت سلطة الدولة. هذه الموانئ التي تم بها هدر مليارات الدولارات لجيوب الفاسدين. هذه المعادلة يجب أن تتوقف، ولهذا بدأنا حملة المنافذ من مندلي، لأن مندلي هي أضعف حلقة بالموانئ وأكثر ميناء لا تتوفر به شروط منفذ حدودي، لأن الفاسدين كان يستغلون كل ما يمكن استغلاله من هذه الفوضى. فبدأنا من مندلي لنبعث رسالة أنه هذا أصعب منفذ وأكثر منفذ يستغله الفاسدين والعصابات، يجب أن نتوقف. واليوم نحن في البصرة لنبدأ من البصرة كذلك، ونقول أن القوات التي سوف تحمي هذه المنافذ سوف تكون قوات أمنية عسكرية، تكون لفترة قصيرة وستستبدل كل فترة حتى توفر الأمن، ولن نسمح للفساد أن يحصل على موضع قدم. سنطبق الأتمتة في المنافذ لمحاربة الفساد، وكذلك كما قلت قبل قليل تغيير القوة الحامية أو الماسكة للأرض كل فترة حتى لا نسمح أي تغلغل أو التأثير على ظروف هذه المنافذ. اليوم اجتمع مجلس وزراء في البصرة وأخذ قرارات كبيرة، أولها وأهمها مشاريع ماء، مشروع ماء البصرة الكبير الاستراتيجي. من غير معقول أن نقبل أن ابن البصرة لحد هذه اللحظة عنده مشكلة ماء، ماء مالح أو عدم توفر المياه الصالحة للشرب. أقولها بكل الصراحة أن من الصعب أن أقبل أترأس حكومة وأرى سكان العراق في البصرة، في العمارة، في الناصرية، في الأنبار، في صلاح الدين أن الخدمات تكون في أدنى مستوياتها. ولهذا أقول شباب البصرة ولكل شباب العراق، أنتم في قلبي وفي عقلي كل الوقت، فأنا اليوم موجود أقدم كل الدعم والإسناد لهذه الطبقة. وأقول لهؤلاء الشباب الذين انتفضوا أو ثاروا، قريبا سوف نعلن قائمة بشهداء ما حصل في العراق من 1 أكتوبر ولحد تشكيل هالحكومة. أعرف بعض عوائل الشهداء التقوا معي وطلبوا حقوق، شهادة تثبت أن أبنائهم قد تم قتلهم أو استشهدوا بالدفاع عن كرامة العراقيين. قريبا سوف نعلن قائمة خلال أسابيع قليلة، أسماء قائمة موحدة لكل الشهداء
من المواطنين المدنيين ومن الأجهزة الأمنية حتى يحققوا على حقوقهم كاملة غير منقوصة. قلتها سابقا وأقولها اليوم، هذه الحكومة ليست حكومة أزمات، هذه حكومة جسر بين الشعب والكتل السياسية والفعاليات الاجتماعية. هذه الحكومة انوجدت بوضع طارئ وعليها أن تعمل بكل جد للملمة جروح العراقيين وتتحول إلى خيمة لكل عراقيين. النظام السياسي لا يمكن أن يعيش بدون وجود أحزاب، والنظام السياسي لا يستطيع أن يعمل بدون وجود قضاء، وعليه يجب أن تكون هالحكومة حكومة تعمل على جمع عراقيين بكل أطيافهم، وعليه يجب أن نعمل اليوم سوية لتحقيق ما يمكن تحقيقه من أمن ومنع الاقتصاد العراقي من الانهيار. كما قلت مع الأسف الشديد، من البصرة يجب أن ننطلق بحملة الوحدة الوطنية التي تجمع كل العراقيين، وأن ننطلق نحو المستقبل. ماذا تريد الناس العراقيين؟ شنو العراقيين؟ يريد يعيش حر كريم، ويريد نظام ديمقراطي يحمي حقوقه بالعدالة، وهذا ما تسعى إليه الحكومة. اليوم في البصرة في اجتماع مجلس الوزراء اتخذنا مجموعة قرارات هم المواطن البصري. أولها اتخذ مجلس الوزراء صباح اليوم خول السيد محافظ البصرة بصرف رواتب 30,000 مواطن بصري من السيولة الموجودة في محافظة البصرة. القرار الثاني هو المضي في إجراءات التعاقد لمشروع ماء البصرة الكبير الذي انتظروه البصريين منذ عقود. أخذنا قرار للتعاقد والانطلاق للمستقبل. المشروع الثالث والقرار الثالث المهم اللي أخذناه هو موضوع تقديم خطة لتنفيذ مشروع القناة الأنبوبية من قناة البدعة وإدراجها في ميزانية 2021. كذلك هناك مشاريع متلكئة منذ سنين في البصرة، عملنا بكل جد على أن تكون ضمن خطة دراستها وتقييمها في المجلس الوزاري للخدمات، وأولها موضوع أو مشروع مجاري قضاء الزبير. وكذلك قرر مجلس الوزراء اليوم وضع برنامج تنفيذي للبنى التحتية لمنظمة توزيع الأراضي السكنية على مستحقيها في محافظة البصرة من خلال قيام وزارة الإسكان والإعمار والبديات بالاستفادة من الاستشاري المتعاقد مع محافظة البصرة لمراجعة وتحديث التصميم الأساسي. كما وجه المجلس مجلس وزارة الموقر بحالة جميع المشاريع المتلكه في محافظة البصرة إلى المجلس الوزاري للخدمات. هذه بعض القرارات اللي أخذناها لدعم مدينة البصرة. أقول لكم أيها الأخوة أيها الأعزاء، العراق يمر بظروف صعبة صعبة جدا. عندنا تحدي وباء كورونا، وعندنا تحدي اقتصادي وتحدي أمني، وعليه يجب أن نتعاون جميعا للعبور إلى بر الأمان في تجاوز هذه الأزمات. عندنا مشكلة جديدة قديمة يبدو أزلية، هي المشاريع الكهرباء. العراق منذ عام 2003 لحد هذه اللحظة صرف أكثر من 62 مليار دولار على الكهرباء، وبالنتيجة عندنا تحدي حقيقي بالكهرباء. ليش؟ لأن سوء التخطيط والفساد هو السبب. عندما تشتري الدولة محطات كهرباء تعتمد على الغاز، والعراق ما عنده غاز. هل معقولة شخص يشتري محطة سعرها مليارات الدولارات لمحطة معينة ما تقوم بواجبها، فتضطر هذه المحطات تحول نفسها، تتحول من الغاز إلى الوقود؟ هذا شيء يتطلب تكلفة أكثر، تعمل المحطة 6 أشهر و6 أشهر تعمل صيانة، والصيانة تكون تكلفة الصيانة عالية جدا. هذه تحديات كبيرة. أقول أصارح المواطنين بكل صراحة،
الكهرباء تحدي، ولهذا أخذنا قرار أن نزود المولدات الأهلية بالوقود مجانا حتى تساعد الحكومة على توفير الطاقة للمواطن المقابل. أصحاب المحطات يوفرون أسعار عادلة للمواطن وتخفيض الأسعار. ومن يوم أمس بدأت وزارة النفط بتهيئة الوقود للمولدات. نعم عندنا تحديات كبيرة وعلينا نتعاون جميعا، ولكن هناك من يحاول يشوشر على عمل الحكومة. أي إنجاز تسوي الحكومة تشكيك، لأن بعض الفاسدين أو بعض المتضررين يريدون يزعزعون ثقة المواطن بهذه الحكومة اللي هي حكومة أزمة. وجدت يوافق برنامج حكومي ضمن ثلاث ظروف. برنامج حكومي يؤكد على منع الانهيار الاقتصادي، هذه الحكومة مو حكومة ترف. العراق يحتاج فقط الرواتب شهريا ما يقارب تقريبا قريب 7 مليار دولار، ووارداته من النفط ما تتجاوز 2 مليار. مين يجيبه؟ سوء التخطيط والكسل والفساد عندما تحولت السياسة الاقتصادية العراقية على الاعتماد على النفط، وتحولت السياسة الاقتصادية العراقية عبدا للنفط، فعندما ينهار النفط ينهار كل شيء. من السبب سوء التخطيط وسوء القيادة وسوء اختيار القيادات الوسطى. ولهذا البعض خائف أن ينفضح فيبدأ يشوشر ويشوش على أداء الحكومة. كلكم قاعدين اليوم تستخدمون تكنولوجيا من معيب على العراق، لحد هذه اللحظة ما عنده 4G. العراق في آخر سلم دول العالم من الدول التي لم تستخدم 4G، ودول كثيرة سبقتنا. وعندما حاولنا نقدم هذه الخدمة للمواطن بدأ البعض يشكك لسبب بسيط جدا، لأنه يعتقد أنه قد يتضرر أو تتضرر مصالح البعض. ولهذا نرى سمعنا أصوات تنتقد هذا العقد، ومقابلها سمعنا شركات الاتصالات نفسها تشتكي نفس الشكوى. فمن المتضرر؟ الطرفين متضررين. ولهذا فرضنا على الشركات الاتصالات أن تدفع جميع التزاماتها على الحكومة العراقية مقابل تكملة مشوارها في تقديم هذه الخدمة. وأوعدكم خلال أشهر في نهاية هذه السنة العراق سوف يدخل خدمة 4G للمواطنين. هذه الخدمة فيها انعكاسات على الاقتصاد، وفيها انعكاسات على خدمات المواطنين، وما يحصل عليه العراق من واردات في هذا الاتجاه. بالنهاية قبل ما أسمع أسئلتكم أقول بكل صراحة أخوان، هاي الحكومة وحدها ما تقدر تسوي شيء إذا ماكو تعاون بين الجميع. ولهذا أطلب من الناس أن تعطي هذه الحكومة فرصة. هذه الحكومة عمرها الحقيقي قريب الشهرين أو أقل، حكومة اكتملت في الشهر السادس. فأبحث عن فرصة حتى نصل إلى انتخابات نزيهة عادلة مبكرة كما وعدت في برنامجي الحكومي. وقريبا قد أعلن عن التاريخ المبكر للانتخابات حتى يكون الوعد اللي أعطيناه بالبرنامج الحكومي إحنا على قده. ما أحتاج كذلك دعم وإسناد فئات المجتمع العراقي والكتل السياسية. وذكرت قبل قليل أن هذه الحكومة حكومة توافقية، حكومة توافقية مو بين النخب السياسية، بين المجتمع والشارع والكتل السياسية، وعليها يحتاج الدعم للعبور إلى بر الأمان. وعندنا أمامنا تحديات، ولكن هذه التحديات تتذلل لمن يكون هناك تعاون. وعليها نقوم، وأقول هذه الحكومة خيمة لكل العراقيين، خيمة للشعب العراقي، خيمة للشارع، وخيمة للكتل السياسية. نريد نوصل انتخابات عادلة حتى نبدأ فصل جديد
من حياة العراقيين. شكرا جزيلا ومستعد لاستقبال بعض الأسئلة. أي سؤال أخوان؟ السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك بالبصرة سيادة رئيس الوزراء. أنا مازن الطيار، مراسل التلفزيون العربي في جنوب العراق. كثيرة هي المشاكل في محافظة البصرة، وأنت قد أفردت في كلامك عن بعض القضايا، لكن هنالك مواضيع تتعلق بالملف السياسي والملف الأمني في المدينة. المدينة يعني سياسيا تشهد اضطرابات منذ فترة، وكانت هنالك العديد من التظاهرات طالبت بإصلاحات سياسية. طبعا الآن أنتم في مرحلة، يعني السؤال هو كيف ستتجاوزون هذه الأزمات السياسية، وما هي خططكم لوضع انتخابات مبكرة؟ إضافة لذلك الملف الأمني، كيف ستعالج الحكومة الملف الأمني في هذه الفترة القصيرة التي أنيطت لكم مهام رئاسة الوزراء؟ شكرا. الحل السياسي هو يخص عموم العراق وليس محافظة البصرة فقط، هذا ما فهمت من سؤالك. الحل السياسي أنه الجميع اقتنع أنه الحكومة السابقة استقالت نتيجة مطالب شعبية ونتيجة انعكاسات الواقع الاجتماعي، وعليها الحكومة يجب أن توفر ظروف طبيعية للتهدئة السياسية عبر تهيئة ظروف طبيعية للانتخابات. وعليها أطلب من المجلس البرلمان الموقر من السيد رئيس الجمهورية أن يسرعوا في قضية المصادقة وتهيئة قانون الانتخابات ودعم وتقوية المفوضية للانتخابات. الحل بالانتخابات. التهدئة السياسية لها دور الأحزاب السياسية ودور رئيس الوزراء. أن نعمل سوية كما ذكرت قبل قليل، أن نوحد مواقفنا ونحاول أن نتكامل. فيما يخص الوضع الأمني، نعم هناك تقصير أمني في عموم العراق، والسبب أرجع أقول هو نخر الفساد في بعض المؤسسات الأمنية، أنتج وضع أمني هش استغلته العصابات واستغلته بعض أحيان جماعات أو السلاح المنفلت، وعليه سنكون جديين في التحدي لهذا السلاح الغير منضبط. نعم قد تكون فرصة قصيرة وقد تكون الفرصة صعبة، ولكن سوف نؤسس لقيم الدولة القضاء والحكومة. بالتعاون بين القضاء والحكومة سوف نقضي على هذا الانفلات. نعم ستحصل خطأ هناك، ستحصل تجاوزات، ولكن سنكون بالمرصاد لأي تجاوز على حياة المواطنين أو حقوق أو كرامة الإنسان العراقي. سيادة رئيس الوزراء، رحب بك في مدينتك البصرة. ما هي أولويات الحكومة، عفوا حيدر الموزاني من المربد، ما هي أولويات الحكومة تجاه البصرة، خاصة مطالبتها بمستحقاتها من البترودولار واردات المنافذ الحدودية؟ وأيضا كيف راح تتعاملون مع عملية إخراج العراق أو البصرة البئر النفطي من الاعتماد على واردات النفط في المدى القريب؟ العراق نعم، الله سبحانه وتعالى أنعم على العراق خيرات، عندنا المياه وعندنا الزراعة وعندنا الكفاءات. ما نحتاجه بالعراق هو النية، ما نحتاجه بالعراق هي النية والقدرة على القيادة حتى نتجاوز هذه الالتزامات على البصرة. اليوم أخذنا مجموعة قرارات في مجلس الوزراء كلها تصب في صالح المواطن البصري، وأنا قلت في بداية حديثي يجب أن نتخلى عن مفهوم البصرة كبئر نفط. البصرة ليس كموقع لتقديم النفط، البصرة بها صناعات تاريخية في مجال النفط، بها زراعة وبها مجالات أخرى، الثروة السمكية، وعليه يجب أن نشجع القطاع الخاص في البصرة وفي كل مدن العراق لكي نتحرر من قصة الاعتماد على النفط. سؤالك كان كيفية نتحرر من النفط. نعم نتحرر
عن طريق دعم القطاع الخاص، الزراعة وحماية المستثمر. وعليه يجب أن نوفر ظروف طبيعية للمستثمر، وأولها الأمن وتقديم الخدمات. المستثمر حتى يجي يستثمر يقول لك أنا أريد أمن وأريد توفر لي خدمات، وعليه سوف نعمل بكل جد. واليوم منحنا محافظة البصرة صلاحيات واسعة ودعم كبير لتحقيق بعض المشاريع. هل سوف يتحقق هذا خلال أسابيع وأشهر؟ بكل تأكيد لا، يحتاج وقت ويحتاج تعاون المواطن، ولكن بكل تأكيد احنا جادين بدعم المحافظة، هذه المحافظة اللي قدمت الكثير للعراق. هذه اليوم كان حنا حديث فيها مع السيد وزير المالية، وكان نبحث عن طريق ورقة الإصلاح كيفية توفير هذه الأموال، وبالخصوص عندنا تحدي اليوم بالسيولة، وعندنا مشكلة بالتحديات في إنتاج كميات النفط. حتى نحافظ على أسعار النفط جيدة، العراق ملتزم بكمية الإنتاج، وعليه سوف نعمل خطة ضمن ورقة إصلاح اللي سميناها صح الورقة البيضاء، من ضمنها ما تطرق إلى سؤالك. أيمن الشيخ، قناة الشرقية. حديثكم عن المنافذ الحدودية يعني وتوفير الحماية من أجل منع الفساد، بحسب مختصين بسبب عمل أكثر من 16 جهة في الموانئ هي سبب الفساد والتعارضات التي بينها، هذا أولا. السؤال الآخر هي قضية الصلاحيات، يعني دائما ما تمنح البصرة صلاحيات لكن الكثير منها تعيق عمل خاصة المشاريع الخدمية، هل الصلاحيات التي منحتموها هي صلاحيات واسعة تحقق الخدمة للمواطن وتعيد البسمة للبصريين؟ شكرا. بالعراق كنت نازع على الصلاحيات، التنازل الحقيقي هي كيفية استخدام هذه الصلاحيات. اليوم كان عندنا حديث مع السيد المحافظ وقلنا عندك صلاحيات استخدمها، والصلاحيات تحتاج من بغداد من رئيس مجلس الوزراء أو من حكومة الاتحادية، سوف نساعدك على توفير هذه الصلاحيات. أعتقد الدستور العراقي منح المحافظين صلاحيات واسعة. أما فيما يخص كيفية التعاطي معها ستعتمد على كل محافظ. أنا أعتقد في البصرة اليوم يجب أن نوفر كل الدعم، يجب أن نأخذ الأمور كلها على حسن النية مع كل أبناء البصرة بدون استثناء. أما بالنسبة للمنافذ، المنافذ كما ذكرت في بداية حديثي نحن جادين بالتعاطي. نعم هناك أكثر من طرف، وعليه احنا ذاهبين الى ابعد الحدود في قصه تصحيح وضع المنافذ، ولكن المنافذ تحتاج وقت. المرحله الاولى ان الجماعات المنفلته بالمنافذ من عصابات وفاسدين يجب ان يتوقف باسرع وقت، وعليه ستكون هناك قوات امنيه تحمي الحرم الجمركي. مقابل هذا على الحكومه ان توفر فرص سريعة لأتمتة أساليب التعاطي الإداري حتى نقضي على الفساد. فموضوع المنافذ له أولوية في الحكومة الحالية. السلام عليكم، قاسم سعد من الأسوسييت بريس. دولة الرئيس بما يخص البصرة هي مدينة آمنة، هناك عدد كبير من الأحزاب والفصائل المسلحة داخل المدينة، هل وجهتم الحكومة لمنع أو لغلق أو لسحب السلاح من هذه الفصائل؟ أي سلاح خارج إطار الدولة غير مسموح. أي سلاح خارج إطار الدولة غير مسموح. نعم أكو جماعات وأكو بعض أحيانا يدعون انتماءهم إلى بعض العشائر الكريمة، يستغلون هالعنوان تحت عناوين معينة. الدولة تعاون مع القانون، أي سلاح خارج إطار القانون سوف نتعامل معه بكل جدية، كانت عند أطراف أو جماعات أو عند عصابات. بكل تأكيد لن نسمح بالسلاح خارج إطار الدولة. شكرا جزيلا.